يلا بينا. تعادل بتاع من خسارة يا عم. عادي خلاص، قضاء الله وقدره. يعني تعالى ده تعادل، يعني احنا بسم الله ما شاء الله بقالنا 15 سنة تعادلات بس، لدرجة اننا نسيت ان الكورة اصلا كان فيها مكسب وخسارة، تعادلات. فمش ما كانش من ماتش يعني هديها، انما انا في حاجة استوقفتني النهاردة، مش عارف الدقيقة 80 حاجة و80 كده، لقيت عيل صغير جاي بيجري ياخد الفوطة من ورا ابو جبل، فاكرني احنا عاملين سحر. هي العمليه ناقصاك ولا يلا العمليه مش ناقصاك يا ده، احنا هنا ماشيين برجل معزه، ماشيين برجل معزه وماشيه معانا تعادلات ورجل المعزه هيصدق جاي، فاكرنا احنا عاملين سحر. انتوا ايه ما بتقروش جرايد، ما بتدخلوش على مواقع، احنا عايشين في مرار يا ابني، عندنا الرئيس المالي بتاعنا معيش في مرار بسبب عمالين نلف على الشيوخه واولياء الله الصالحين بقالنا سنتين، وانت جاي فاكرني احنا اللي هنعمل سحر. العمليه مش ناقصاك يا ابني احنا هنا بنتعكس برجل حمار، افهم يا غبي. احب اوجه رساله لفرجاني ساسي. ايوه فرجاني ساسي، بس المره دي مش رساله نقد، المره دي رساله شكر. انا من مكاني هذا اللي انتقدت فيه فرجاني ساسي في الفيديوهات السابقه بشكره وبقدم له اعتذار رسمي امام الجميع. انا بعتذر لكابتن فرجاني ساسي وبشكرك كل الشكر على ان انت قدرت تخرج مواهب جوايا كانت مكبوته. انا طول عمري درست وطول عمري كنت مطلع ان التنفس عباره عن شهيق وزفير، والمناخير دي جزء من الجهاز التنفسي وبتاع، وبنسبه 60% الواحد بيتنفس بمناخيره و40% بيتنفس ببقه لما تبقى مناخيره. ما علينا يعني، فالحمد لله انا اكتشفت مواهب جديده في نفسي، وقدرت اكتشف الحمد لله ان المناخير مش بس للشهيق والزفير، المناخير يا جماعه ليها استخدامات اخرى كتير. وخلي بالكم هو مش قصه بس ان انا اكتشفت استخدامات ثانيه لمناخيري، لا ده انا كسرت ارقام قياسيه في مناخيري النهارده، كسرت ارقام قياسيه. يعني انا بحمد ربنا الحمد لله، ده بفضل ربنا ثم يرجع الفضل لكابتن فرجاني ساسي. يعني انا مش عارف، يعني انا الحمد لله النهارده طلعنا ببنط وطلعنا بالارقام القياسيه اللي مناخيري كسرتها النهارده. يعني شويه قطره النهارده يكلفوني شويه التهابات يبقى عادي مش مشكله، بس كله في ذاك يا كابتن فرجاني. الارقام القياسيه دي انا بقدمها ولا وطاعه تحت رجلك، والله العظيم كفرت مناخير يا اخي. نيجي لعم عواد. يا عم عواد يعني انا محتاجك في مرمه، انا محتاجك تشتغل دكتور سناني، تشتغل اي حاجة كده جميلة كده، راجل برنس قاعد على مكتب ما بيتحركش، تشتغل بقى في فرن طابونة في اي حاجة، سيب ابو جبل يقف شو. انا عايز لعيب ينزل يتمرمط في النجيلة، ينزل كده يطلع هو والارض بتاعت النجيلة شكل بعض ما تفرقهمش عن بعض. النهاردة طالع ابو جبل انا فاكره لابس تيشيرت اسود، انما اول الماتش شايفه لابس اصفر تقريبا، الولا متمرمط. انا كده عايز اللعيب ينزل يتمرمط، مش عايز واحد يا فرجاني ساسي خارج التيشيرت بتاعه مكوي. مكوي ايه يا راجل، ده انت التيشيرت بتاعك لسه فاتكه من الكيس وخارج من الملعب، يعني انت تقريبا كان معاك كيس شايله في الشورت طلعته ولبست التيشيرت جديد ورحت خارج من بعد الماتش. في راجل انا عايز واحد يتمرمط، وانت يا عم عواد يعني انت حاول، يعني في عارف انت الساعات اللي هي يعني انت ممكن تبقى معايا ساعه وانت معاك ساعه، فالساعه بتاعتي مثلا مأخره 3 ثواني والساعه بتاعتك مظبوطه، هو انت بقى عامل زي الساعه المأخره 3 ثواني، انت بني ادم مأخر 3 ثواني عن كل حاجه، يعني مثلا كنت الكره تتشط كنت مستنى 3 ثواني بعد كده لقيت رميت. ايوه طب الفرق ده ليه؟ في فرق توقيت عندك انت ده ليه؟ طيب ليه مثلا ما يبقاش تترمي قبل الكره ما تتشاط؟ يعني انا ممكن تبقى مقدم ما عنديش مشكله، بس ما تبقاش مأخر، ما احسش ان انت فيك رجلاش غلط كده، في تنميله، في رمات مسقطه، كارت شاشه عايز يتغير، البروسيسور واقع. انا عايزك حلو، انت حارس نادي الزمالك عايزك حلو والله، بس سيب ابو جبل يقف شويه بقى بلا ما مونتن بهاي اندمي بلا الحبشتكنات واللي انتوا تخسبوه يقف، سيب الراجل يتمرمط شويه، الراجل عايز يطلع بقى اللي عنده بقى خلاص بقى زهق. ما هو معلش في واحد مأخر نص ساعه بيقف بداله، فيقف بقى يقف واحنا زهقنا. وبعدين اسمه ايه
حفوه اللي نازل اسلام مش عارف ايه اللي نازل انت لازم تضرب اي حد، لازم تتخانق يا ابني، انت بتلعب في التمام، فاكر نفسك بتلعب في بلديه المحله، انا نازل جاي يضرب اي حد، والواد واقف له على الكوره يروح ضربه بالبونيه، الحكم جنبك يا غبي، الحكم جنبك وشايفك، فالولد راجع بضهره تروح برضه زاخده، هو انت مفيش مخ خالص، مفيش مخ خالص، انت بتلعب في دوره رمضان ولا انت بتعمل، انت بتلعب في بطوله افريقيا يا ابني، وده بطوله وده الزمالك، ما انتش بتلعب في مطاريد بمبم، اللي بيحصل ده والله كتير، ويجي يقول لك اصل احنا محترم منصور يقول لك اصل احنا معمول لنا عمل والشبكه مقفوله والشبكه مقطع 100، معلش هو كومنت رخم او افيه رخم، يقول لك الشبكه مقفوله وحاطين قفل في الشبكه، طب يا اخويا جبنا جول، اهو النهارده جبنا جول، قال مثلا طفشت القفل، يعني جبت قفل جديد ولا السحر كان نايم النهارده الحد ولا السبت، فهو بياخد اجازه جمعه وسبت، ولا هو في ايه طيب، ولا هنطلع يقول لك اصل انا فكيته نص نص ونيجي نتعادل في الدوري، يقول لك اه اصل هما عملوا ابديت للسحر بتاعهم، فهنضطر نجيب ساحر يفك الابديت الجديد، ارحمونا يرحمكم، والله عادي يا جماعه الدنيا بتمشي يعني، هو اه تعادل بطعم الخساره بس هي مشيت، واللي ما كانش بيلعب هنشوفه يلعب، يعني الواد مصطفى محمد والله يا ابني اقسم بالله انت حلال فيك ال 15 جنيه اللي بتاخدهم في عقدك دول، انا عارف حلال فيك ال 15 جنيه اللي انت بتاخدهم، يعني اقل عقد في الفرقه واكتر واحد في الفرقه بياكل نفسه، يعني انا عايز افهم حاجه سريعه، هو كمهاجم كل مهمته ان هو يجيب اجوان، مش ان هو يكسبني، افهموا بس، المهاجم مهمته ان هو يجيب اجوان مش ان هو يكسبني، ما هو يكسبني دي بتعتمد على بقيه التيم، بتعتمد على حارس المرمى والدفاع وبتاع، انا كمهاجم جبت جون يكسبني، اروح انا بقى الدفاع، انا عايز افهم هو دفاع الزمالك ده بيطمن ليه اول ما بنجيب جون؟ يعني احنا بسم الله ما شاء الله صابرين 80 دقيقه ما يجيش فينا اجوان، واول ما احنا ما نجيب جون الدفاع بتاعنا يريحها كده بقى ويأنتخلها ويروح داخل فينا جون، طب ما دخلش فيكم جون ليه من الاول؟ لازم اول ما نجيب الجون تجيب فينا جون، يا جدعان يا جدعان ده السيناريوهات دي بتجيب جلطه، السيناريوهات دي بتجيب صفرة، الواحد قرب يروح يسنن من اول وجديد وهيسأل، واحد بيبقى قاعد قدام ماتش كده عايز يكح دم يا راجل، ارحمونا يعني انا مش ليه نجيب جون يجي فينا جون؟ طب يا عمي طب ما يجي فينا احنا جون الاول وبعد كده نجيب جون، يعني على الاقل بيقول لك اللي بيضحك في الاخر هو اللي بيضحك اكتر يا جدع، يعني سوى يعني مشوها كده مشوها يا مصطفى، ما تجيبش جوان تاني يا ابن الناس، انت بتجيب اجوان بيتردع بنلاقي الدفاع بقى نام بقى كده، وعبد السلام اللي نازل لي في اخر الماتش يا جماعه، بصوا انا بس علشان الازمه ما تجيليش كتير وانا بتعب بصراحه، يعني عبد السلام في المنتخب الاولمبي في بطوله افريقيا المنتخبات كلها كانت بتلعب عليه، كان ثغره ومش عارف في ماتش ايه في الدوري هنا برده كانوا بيلعبوا عليه، بس انت يعني انت منزله في الدقيقه 80 يعمل غلطه وتخش جون تاني فينا، ولا انت عايز تعمل فينا ايه؟ وبعدين احنا نادي الزمالك، يعني انت ازاي اصلا نازل تلعب على تعادل؟ مش فاهم، انت اديت اه ممكن الماتش يتخلع منك ونتغلب ونقول يا ريتنا كنا خدنا البطوله، بس برضه احنا الزمالك العب على المكسب، ما انت ممكن تيجي هنا ممكن نخسر بغلطه، اقول يا ريتني بقى وافضل اناحي وافضل اناحي، والمشكله برضه انا مستني التصريح الجديد النهارده بتاع ابديت السحر، مستني هيشوف هيقول ايه عن السحر والصحراء والحاجات الجميله اللي احنا بنسمعها دي، وفي الاخر نروح نبيع باميه، يعني انا دلوقتي هروح اشتري بتاع ده 2 كيلو باميه دلوقتي وافضل اقمعهم امي لحد ما تيجي، او برضه اعمل اي حاجه في البيت بدل ما انا قاعد عواطلي ما بعملش حاجه غير ان انا بخلص لها في الشاي، والحمد لله يعني فضل ونعمه من ربنا ان احنا النهارده اتعادلنا، طبعا احنا نتذكر نادي سيسكو ان هو كان قبل كده كسب الاهلي 3-2 تقريبا وتعادل معاه 2-2 عشان بس طالع اهلاويه زيطين، مش فاهم انتوا زيطين على ايه يعني انت يا ابني احنا من شهر 4 اللي فات كنا بندور عليكم على النت، اقسم بالله بدور كده في البوستات بتاعتي في شهر 4 اللي كنا بندور عليكم، افهم كنا بندور عليكم لما كنا بنلاقي اهلاوي اونلاين كنا بنسكت، يا راجل كنا بنصلي العصر 4 مرات يا راجل لما كنا بنلاقي اهلاوي اونلاين اصلا، وبعدين انت السنه اللي فاتت ما انت شايل المرار وشايل الطين، وبعدين خلاص بقى يعني ما جاتش من ماتشات في الدوري ما انت نفس الكلام، كنت السنه اللي فاتت برده نفس الكلام، بس خليني احنا بس في خلينا نركز في افريقيا علشان والله ولا هنشمها برده، وانا متاكد مليون في الميه ان احنا هنخرج من دور المجموعات ده اهو، وبقطع لكم مش دراعي بقطع لكم نصي كده وارمي نصه وعيش بنصي بس كده، بعمل زي رغيف الفينو اللي عايش بنصه
وقابلوني وابقوا قابلوني اعزائي الساده المشاهدين. اللي لسه ما اشتركش في القناه على اليوتيوب يشترك في القناه على اليوتيوب عشان خلاص فاضل لنا 2000 ونكمل ال 100,000. واللي لسه ما عملش لايك على الفيديو على اليوتيوب يعمل لايك على الفيديو. ولو انت على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاع قناه اليوتيوب فوق، ولو انت على على اليوتيوب هتلاقي اللينك بتاع البيتش بتاعتي على الفيسبوك تحت. يعني وانا بقى ايه، انا راح انام في النص. اعزائي الساده المشاهدين انا رايح التبين.